طبعا هو اللي نذكر ان الى غايه نهايه هذا الشهر ان شاء الله راح يعني عدد المستفيدين راح تكون تقريبا 1,900,000 مستفيد من 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 الجامعيين ومن خريجي المعاهد ومراكز التكوين او اللي ما عندهمش يعني شهادات لتأهلها. حاليا يتقاضوا 13,000 دينار كانت صافيه، راح تولي 15,000 دينار زياده يعني على عاتق ميزانيه الدوله تكون مصاريف تاع التغطيه الصحيه تاعهم اللي نقولوا لا كارتشيه، فيكون عندهم يعني كل الامتيازات اللي عنده اي موظف ولا عامل نفس الشيء راح يكون للبطال في انتظار لجوء الى عالم الشغل ويعني يكون عندهم يستفيدوا من مناصب شغل.